السلام عليكم. تصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات عدة حول تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الرواتب بين القطاعات الخدمية، أثارت جدلا واسعا، ما دفع حكومة الوفاق لإصدار قرار مفاده تخفيض رواتب كبار المسؤولين بنسب محددة، بالإضافة لترشيد وإعادة هيكلية مصروفات كل من النواب والأعلى للدولة بهدف التمكن من تحقيق كل تلك المطالب. نتابع. مبدأ العدالة الاجتماعية والأجر مقابل العمل خطوة اتخذها مجلس الوزراء بحكومة الوفاق للتخفيف من مصروفات بند المرتبات، بند أرهق كاهل الميزانية العامة للبلاد، ودفع الحكومة لتخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ووزرائها والوكلاء بنسبة 40%، فضلاً عن المستشارين الذين خفضت مرتباتهم بما نسبته 30%. ولم تكتف الوفاق بذلك فحسب، بل خاطبت مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعادة هيكلة مصروفاتهم بما يتماشى مع الوضع الراهن للبلاد. قرار الحكومة اعتبره الكثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح، كونها ستعيد الثقة لدى الشعب في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، بالإضافة للمحافظة ولو على جزء بسيط من الاقتصاد الليبي. تخفيض المرتبات وصفه متخصصون بالمبادرة الجيدة وفرصة لخلق بيئة مناسبة لتحسين معدلات التضخم وتنظيم الجهاز الإداري بالمؤسسات ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج السوق الليبي الذي نطرح فيه اليوم موضوع جديد للنقاش. وشاركني في نقاشه هنا في الاستوديو ضيفي سيد شكري عامر، عضو اللجنة التحضيرية حول مرتبات القطاع العام. أهلا وسهلا بك معنا في هذا الاستوديو. أهلا وسهلا بك. شكرا لك. أيضا ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة مصراتة سيد عمر زرموح، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة. سيد عمر، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بضيفك الكريم والسادة المشاهدين. مشاهدينا على أن ينضم إلينا عبر الهاتف سيد عبد الحكيم مختار، مراقب تعليم الزاوية حول هذا الموضوع. وبداية أبدأ معك سيد عمر زرموح، يعني نتحدث هنا اليوم عن قرار مجلس الوزراء في حكومة الوفاق بتخفيض رواتب أو مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي أيضا بنسب معينة، كما يشمل كبار مسؤولين في قطاعات أخرى. يعني كبداية للحديث، ما هي قراءتك لهذا القرار من ناحية اقتصادية؟ طبعا احنا اساسا عندما نتحدث في هذا الموضوع انما نتحدث عن السياسة المالية للدولة. نعم. وبالنظر الى الميزانية العامة للدولة نلاحظ ومنذ سنوات ان الباب الاول وهو المرتبات يغطي اكثر من 50% من الميزانية، او يستحوذ بالاصح عليه اكثر من 50%، يوصل إلى 55% من الميزانية العامة للدولة، وهذا واضح انحراف كبير وخطأ كبير ولا يمكن يعني أن يقبل. وقد نبهنا عن ذلك منذ سنوات، يعني حتى في القرارات الأخيرة التي اعتمدها المجلس الرئاسي اللي هي الترتيبات المالية، نبهنا عنها في عام 2017 و18 و19. الحقيقة أمر لا يطاق، لأن لا يمكن القبول بهذا الانحراف. ولذلك فلابد من أن هذه الفاتورة لابد أن تنخفض. أضيف إلى ذلك مشكلة أن المحتوى أو الهيكل تاع المرتبات هيكل خاطئ، لأن حصلت زيادات للبعض ولم تحصل زيادات للبعض، فصارت الهوة بين أدنى مرتب وأعلى مرتب هو كبيرة جدا لا يمكن القبول بها، ولذلك وجب التصحيح. نقطة أخرى مهمة في هذا الموضوع وهو الحجم الكبير لأعداد العاملين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة، وصل عددهم إلى 1,800,000 شخص، وهذا طبعا مختلف كبير عندما نقارنهم. نعم، من مختلف القطاعات.
إيه من مختلف القطاعات نعم على مستوى الدولة، وهذا خطأ يعني انحراف كبير بالمقارنة بالدول الأخرى. فطبعا كخطوة تصحيحية طبعا من حق الناس الذين بقوا في القاع كما نقول، يعني بمعنى بقوا في شرائح الدنيا ولم ترتفع مرتباتهم، فمن حقهم أن يطلبوا العدالة الاجتماعية. ولهذا السبب عقدت ورشة العمل للأيام الماضية التي نظمتها وزارة المالية، وبالفعل يعني هي هذه يعني أتفق مع المطالبين بالعدالة الاجتماعية، وإن كنت أنا لا أوافق على زيادة الفاتورة على الإطلاق. الفاتورة هذه اللي تفوق 50% من الميزانية لا يمكن قبولها، ونظرا وهذا ما يبدو لي وهذه قراءتي لقرار المجلس الرئاسي بتخفيض نسبة 40% أو 30%، قراءتي لها أنه هو فعلا إدراكا منه بأن فاتورة المرتبات كبيرة ويجب ألا نزيدها أكثر لأسباب عديدة يعني ممكن نتحدث فيها بعدين. فلهذا كان الطريق التخفيض هو الأنسب، وبدأ بنفسه وهذا جميل جدا، يعني هذا رائع الحقيقة. أنا أشكر المجلس الرئاسي ورئيسه على هذه الخطوة، وراها خطوة مهمة، ونتمنى أن يحدو حدوه المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، نتمنى ذلك لأن هذه الطريقة الصحيحة لتخفيض المرتبات المنحرفة العالية، وهذا طبعا لا يمنع من رفع مرتبات الفئة الدنيا التي لا زالت تتقاضى في 450 دينار. يعني هذا لا يعني أنها بتخفض الكل، لا بتخفض الفئات العليا الكبيرة اللي سببت في ارتفاع الميزانية. وكذلك عندما نقول كلام آخر فيما يتعلق بالأعداد الغفيرة التي تتقاضى مرتبات من الدولة وبعض منها بالعملة الصعبة وخاصة العاملين في الخارج، فلابد من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في الداخل، وكذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري للسفارات، وإعادة النظر أيضا في عدد السفارات لأن ممكن بعضها غير مبرر ولا نحتاجه أيضا ولا نحتاجه إطلاقا. وهذا يعني للأسف يمثل نزيفا ليس من ميزانية الدولة فقط بالعملة المحلية، بل هو نزيف بالعملة الصعبة. الحقيقة يعني الموضوع كان ينبغي أن يعالج من مدة طويلة ومنذ سنوات، وهو الحقيقة نتيجة لتراكمات، ولكن الحكومات المتعاقبة التزمت الصمت وسكتت وزادت من تريد وتركت من تريد، والحقيقة هذه سياسة خاطئة، وهذه نتيجتها التي نراها الآن من إضراب وإيقاف الدراسة، ومعنينا يعني ضد إيقاف الدراسة تحت كل المبررات، ولكن هذا الذي حصل الآن. نعم. دعني سيد عمر أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد شكري عامر، عضو اللجنة التحضيرية لورشة العمل حول مرتبات القطاع العام. يعني سيد شكري، كما ذكرنا في المقدمة، المطالبات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشأن العدالة الاجتماعية دفعت الرئاسة لاتخاذ هذا القرار. يعني أقامت وزارة المالية هذه الورشة لنقاش هذا الأمر، حدثنا عن أبرز ما جاء فيها. شكرا بارك الله فيك. في البداية نشكر قناتكم الموقرة على هذه الاستضافة، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين وباستاذنا الفاضل دكتور عمر زرموح الخبير الاقتصادي في هذه الحلقة للتعريج عن هذه الورشة من خلال النتائج والتوصيات التي عقدت بفندق المهاري يوم الأربعاء الماضي حول المرتبات بين العدالة الاجتماعية وترشيد الانفاق العام في الاقتصاد الليبي. كانت هذه الورشة عبارة عن ورقتين عمل، الورقة الأولى تحاكي الواقع الاقتصادي في ليبيا، والثانية على الحاجة الملحة لجدول المرتبات. أثرتها بعدها حلقة نقاش واسعة جدا وصلت بها في النهاية إلى نتائج مهمة، ومن ثم التعريج على التوصيات. قبل الحديث عن هذه النتائج أو ما خرج به جميع حاضرين لهذه الورشة، يعني نتحدث عن الورقات أو الأوراق العلمية التي تم طرحها، ولعلنا نتعمق في الورقة الأولى الحاجة أو الورقة الثانية الحاجة الملحة لجدولة المرتبات الموحد المعدة من قبلك سيد شكري. يعني ما فحوى هذه الورقة بالتحديد؟
فحوى هذه الورقة. طبعا في البداية تكلمنا عن الخلفية التاريخية اللي هي ما قبل 2011، وكيف كان القانون رقم 15 لسنة 81 كان يتصف بالتساوي أو التقارب في بين طبقات المجتمع في المرتبات، مقابلة بالدعم السلعي، الدعم الوقود، دعم الصحة إلى غير ذلك. لكن أصبح عيوبه كثيرة جدا هذا الجدول لأنه لم يتم تغييره لسنوات كبيرة. نين وصلنا لسنة 2010 وتم إصدار قرار 27 لسنة 2010 كان فيه أقل مرتب 450 دينار، وكانت معقولة إلى نوعا ما أو يحقق نسبة طفيفة من العدالة الاجتماعية نسبة للوضع الاقتصادي في ذلك في ذلك الوقت إلى غاية 2012. 2012 بدأت تتعدد جداول المرتبات، وهذه الاقتصاد بها الخبير الاقتصادي إن هي المفروض لتنزل بعد الرئاسي. تعددت بعض الجداول المرتبات، وصلت إلى حوالي 33 جدول مرتبات الآن موجود. ما عادش نقدر نقول حتى غياب العدالة الاجتماعية فيها، وإنما نقول فقدان، لأن غياب العدالة الاجتماعية ممكن نجده، لكن الفقدان مشكلة كبيرة. يجب تعديل هذه الجداول 33 ليصبح جدول مرتب واحد. أعطينا أسس للعدالة الاجتماعية، تعريفها، عناصرها، كيف. طيب لو نتحدث عن هذه الجداول بالخصوص، يعني 33 جدول ماذا يشمل؟ يشمل كل القطاعات. هناك جداول خاصة بالمهن الطبية، هناك جداول خاصة بديوان المحاسبة، هناك جداول خاصة بهيئة الرقابة، هناك جداول خاصة بالقضاء، هناك جداول خاصة بالمعلمين، هناك جداول خاصة بأعضاء هيئة التدريس الجامعي. كلنا هذا يعني المفروض يشمل مفصل، المفروض يجتمع كلهم ويندار جدول مرتب واحد. ان الدرجه التاسعه في هذا القطاع هي نفس الدرجه التاسعه في ذاك القطاع. يختلف طبيعه العمل، تختلف حجم المسؤوليه، تختلف اشياء اخرى، الخطر، الجهد مقابل الاداء الى غير ذلك، ولكن بنسب ليفرق انه هو معيار خاص هو علاوه التمييز بين قطاع وقطاع اخر. طيب الأسس العدالة يعني التي أيضا هي كانت عنوان أو خط عريض في الورقة العلمية الخاصة بحضرتك، يعني ما هي أسس العدالة التي يتم بناء عليها تحديد العدالة الاجتماعية في الرواتب بالتحديد؟ هو المساواة في توزيع الدخول بين أفراد المجتمع، هي المساواة في توزيع خدمات التأمين الصحي، هي المساواة في توزيع خدمات التعليم، هي المساواة في توزيع كل الخدمات الصحية الأخرى. دعني أنتقل من جديد إلى سيد عمر زرموح. يعني سيد عمر، نتحدث عن هذا القرار الذي جاء وفقا للمطالبات المتعددة والتي يعني الهدف منه بشكل أساسي هي التمكن من تحقيق هذه المطالب في العدالة الاجتماعية. برأيك ما هو تأثير هذا القرار على العدالة الاجتماعية؟ يعني لربما التخفيض، هناك مخاوف تقول أن هذا التخفيض لربما يشمل فقط الرواتب الأساسية، ولكن هناك كماليات أخرى تثقل كاهل الميزانية العامة أيضا. يعني هل سيشمل هذا القرار من وجهة نظرك أم لا؟ أنت تقصدي قرار التخفيض اللي هو 40% و 30% ولا؟ نعم. أي نعم. هو هذا القرار يعني المقصود به هو المرتبات طبعا الأساسية اللي هي تصرف من من الباب الأول. أما المهام الرسمية مثلا والمزايا الأخرى فهي عادة تحمل على الباب الثاني، وهذه حتى لما ننسبها للميزانية راهي غير داخلة في النسبة الكبيرة اللي خفنا منها قبل قليل. وهي 55% أو حتى يعني نقوله حتى بالتقريب 50% من الميزانية. الحقيقة المهام الرسمية هذه بالفعل يجب النظر إليها وتقييمها بعناية من قبل الجهة التي تقررها. فمن حيث المبدأ هذه المهام ضرورية من ناحية، بالتأكيد لا يمكن أن الواحد يلغيها، ولكن أيضا التوسع فيها أيضا غير مقبول. ففي وجهة نظري هنا يأتي دور ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، لأن هاتين الهيئتين هما المسؤولتان على مراقبة الجهاز الإداري للدولة إداريا ونقصد وقانونيا وماليا.
ولهذا يمكن استقصاء هذه المسائل من خلال هذين الجهازين، والتأكد ان هذه المصروفات في محلها. يعني على سبيل المثال الايام اللي فاتت عقد مؤتمر في او منتدى في المغرب، لماذا لم يعقد في ليبيا؟ نلاحظ ان معظم الملتقيات والاجتماعات والمناقشات خلال السنوات الماضيه كلها تلقاها في تونس او في دول اخرى. اوكي، في بعض الملتقيات التي نظمتها دول اخرى ونظمتها الامم المتحده او كذا، يعني ممكن لها مبرر ان تكون في الخارج، لكن هناك ملتقيات يجب ان تكون في الداخل. يعني معقوله؟ يعني نعرف المبررات، يقول لك والله فلان ما يجيش والجهه الفلانيه ما تجيش. والله هذه ليبيا، يعني ليبيا دوله واحده، ينبغي ان الكل يجي ويوفر له الامن الكامل في مجيئه. يعني هذه النقطه، ولهذا انا ادعو بالفعل الى تقليص المصروفات الخارجيه من مهام رسميه وملتقيات وندوات ومؤتمرات تصرف على حساب الميزانيه العامه للدوله بهذا التوسع، لكي نقلص نفقات الميزانيه. طيب يعني رئاسي ال 40% وال 30% لا تكفي في هذه الحاله. رئاسي وجه مخاطبه للاعلى للدوله وللنواب ايضا في هذا الجانب، يعني طالب باعاده هيكله هذه المصروفات بما يتماشى مع الوضع الراهن، كيف تتوقع ان يتم اعاده هيكلتها؟ يعني هل في امكانيه لوضع آلية معينة للتقنين منها بما يتماشى مع الوضع؟ أنا في تصوري أنه يجب أن تكون هناك استجابة، لأن احنا دائما بنفترض أن هؤلاء الناس هنا والناس مسؤولة وتهمها مصلحة الدولة، تهمها مصلحة الدولة الليبية أكثر من مصالحهم الشخصية. يعني هذا بنفترضه، يعني وإن شاء الله يكون افتراضنا صحيح. فأعتقد هيك حسب ما نسمع من معلومات، يعني عنديش معلومات مؤكدة، لكن حسب ما نسمع أن هناك استجابة تقريبا لهذا المطلب، يعني وهذا جميل. يعني أنا يمكن أقول أنني متفائل في هذا الجانب، لكن احنا عندنا جوانب أخرى الحقيقة يجب النظر لها زي ما ذكرت لك قبل قليل. بالتأكيد سنتطرق إليها سيد دكتور عمر، سنتطرق إليها، ولكن دعني بداية أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف سيد أشرف بوراوي نائب رئيس نقابة معلمين طرابلس. سيد أشرف أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة. أهلا بك سيد أشرف. يعني تحدث اليوم عن قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق بشأن تخفيض رواتب كبار المسؤولين، والذي يهدف بدرجة الأولى لتحقيق مطالب جميع القطاعات بالعدالة الاجتماعية، ولعل أهم هذه القطاعات هو قطاع التعليم، وأحد المطالب الذي كان يترأس مطالب قطاع التعليم في جميع الاعتصامات الفترة السابقة. يعني برأيك كيف يخدم هذا القرار مطالبكم؟ بداية نشكركم على الاستضافة الكريمة ونحيي ضيوفكم الكرام. احنا كان مطلوبنا طبعا من 2012 او 2013 2014 كان مطالبة بالعدالة الاجتماعية بعد ارتفاع المرتبات لاغلب، ما نقولش لاغلب قطاعات، العديد من القطاعات. نعم. الامر اللي خلى طبعا حسب موارد في تقرير وزارة المالية ان 86% من قطاعات التعليم تقاضت مرتبات من الخزانة العامة، أي تقاضوا تقريبا 14 مليار في مقابل أن 14% تقاضوا في 10 مليار. احنا نشوف أن في تفاوت كبير في مرتبات في مؤسسات، أعتقد أن نسبة 14% تاخذ 10 مليار نسبة كبيرة. من المنطقة هذه احنا طالبنا بعدالة اجتماعية من 2015، حدث العديد من المرات أن حيتم تنفيذ جد المرتبات، وعند هذه الساعة لم يتم تنفيذ أي جد المرتبات، مع أن ديوان المحاسبة كان عنده جد المرتبات طبعا كان تكليفه من المؤتمر الوطني بإعداد جد المرتبات في 2015، وعدونا في 2017 بجد المرتبات. المرة هذه أعتقد أن في جدية من المجلس الرئاسي في تنفيذ جد المرتبات، والدليل على ذلك في تخفيض مرتبات المجلس الرئاسي هو غير ذي جدول، لأن احنا كمعلمين أن خفضوا مرتباتهم، لكن خطوة طبعا تتبعها العديد من الخطوات اللي وعدونها بها في المجلس الرئاسي. تم اعداد ورشه عمل بالتنسيق مع نقابه المعلمين ووزاره الماليه في موضوع جد المرتبات، حيتم عرض مجموعه من المقترحات بخصوص جد المرتبات بحيث انه يتم تحديد جدول ملائم للمرحله اللي احنا موجودين فيها.
طيب سيد براوي، يعني هل يتبع هذا القرار لربما نظر في الأعداد الموجودة أو الموظفين الموجودين في قطاع التعليم و يعني صحة وجودهم إن صح التعبير؟ طبعا في مفهوم خاطئ بالنسبة للأعداد الموجودة في قطاع التعليم. الكل يتكلم علينا عدد المعلمين هو ثلث الموظفين في الدولة الليبية، لا تظن العدد أقل من الثلث، بالإضافة لأن كل دول العالم أعتقد أن قطاع التعليم ثلث الموظفين في الدولة الليبية. لما ندير مقارنة بمدينة طرابلس المركز 70 مدرسة، في المقابل حيكون 7 مستوصفات، ممكن مركز واحد شرطة، ممكن فيه أعتقد مكتب واحد لسجل مدني، فهنا بالتأكيد حيكون عدد المعلمين أو عدد قطاع اللي يشتغل في قطاع التعليم ثلث موظفين الدولة الليبية أو ثلث موظفين الدولة العالمية. في الأردن أعتقد أن بين الصحة والتعليم نصف الموظفين في الدولة الأردنية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى في طبعا سياسات الدولة اللي تم اعتمادها في قطاع التعليم أو خارج قطاع التعليم، وتم تنسيب أعداد اللي هم احنا نتكلم عن مات التنمية التخصصية اللي تم اعتمادها في 2003 وتم إلغاءها في 2011، أعتقد أننا ما نقدرش نقول أن عدد هذا زايد وموجودين في التعليم مفترض أنهم ما يكونوش فيه. بالإضافة للشركات والمصانع اللي تم إغلاقها وتم إضافتهم إلى قطاع التعليم، هذا كلهم طبعا مشاكل الدولة. أعتقد أن الموظف سواء كان في تم إحالته إلى قطاع التعليم أو موجود خارج قطاع التعليم لا يتحمل مسؤولية سياسات الدولة الخاطئة. سيد أشرف براوي نائب رئيس نقابة معلمين طرابلس، شكرا لك على وجودك معنا في هذه الحلقة وتوضيح الجانب الخاص بالتعليم. سيد شكري أعود إليك من جديد في نقاشنا، يعني تحدثنا عن الورقة العلمية الخاصة بحضرتك والتي ناقشت الحاجة الملحة لجدولة المرتبات. طيب هذه الجدولة أو إعداد الجداول بطريقة علمية كيف يمكن أن يتم؟ يتم بعدة اعتبارات، بداية بتحديد الحد الأدنى للمرتبات، ثم تحديد الحد الأعلى بما لا يتجاوز معيار منظمة العمل الدولية وهي 10 أضعاف، ثم ينظر إلى علاوة التمييز بين القطاعات وطبيعة العمل إلى غير ذلك. طيب الورقة الأخرى التي تحدثت عن الواقع الاقتصادي، يعني الواقع الاقتصادي في الوضع الراهن ولربما احتمال الميزانية العامة لمثل هذه المطالبات بزيادة، يعني كيف تكون؟ تمام، هي لأهل الاختصاص، يا زميلي الدكتور صديق الشايبي عرضها وكانت على واقع الاقتصاد الليبي، حدد فيه أعداد العاملين في القطاع العام، كانت أعلى قطاع كان قطاع التعليم كما قال زميلي اللي نحييه في من هذا المنبر أشرف براوي، على أساس أن تقريبا أقل من الثلث قليلا لقطاع التعليم، ثم يليه الصحة والداخلية والدفاع، ثم باقي القطاعات الأخرى. إلى ثم تعرج دكتور صديق إلى نسبة الإنفاق العام وكيف أثر التضخم على هذا المعيار. طيب السادة المشاهدين وأيضا ضيوف الكرام، يعني لازال للحديث بقية ولازالت حلقتنا مستمرة، ولكن نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم من جديد. فاصل ونواصل. السفارات فيها، فلذلك يجب يعني إحداث هزة في هذا القطاع الخارجي، هزة لمصحة الاقتصاد، فلابد من القيام بنقطتين مهمة أو بخطوتين مهمتين، من ناحية إلغاء بعض السفارات في الدول التي لا نحتاجها، ومن ناحية ثانية الإبقاء على السفارات التي نحتاجها، لكن إعادة النظر في الملكات هذه السفارات، الملكات النظرية والفعلية، لأن أحيانا يتجاوزوا حتى الملاك المعتمد ويوظفوا، الحقيقة هذه يعني أخطاء كبيرة، وأحيانا في وظائف أصلا لا تحتاجها، يعني لا السفارة نفسها لا تحتاجها، يعني فالموضوع هذا فيه تفصيل ونستطيع أن نناقش فيه إذا كان فيه مجال للتفصيل. من ناحية النظام الداخلي أو الملكات في الجهاز الإداري داخل ليبيا، أيضا هناك أعداد غفيرة، وزي ما تفضل ضيفك الكريم بالهاتف السيد أبو راوي، بالفعل يعني أنا أتفق معه في ما قال، يعني معقولة إذا كان أنت ألغيت الشركة ولا كذا وجيت ضم العاملين
تابع التعليم مثلا، يعني ما هذه هل هو التعليم يعني عمل قطاع عمل وعطاء والا ضمان اجتماعي؟ لا، هذا ما توجههم للضمان الاجتماعي يا اخي الكريم. فلذلك لابد من إعادة النظر في الملكات والهياكل التنظيمية، والعدد الكبير هو 1,800,000. هذا أنا أعتقد أن لو حذفنا 1,000,000 منه، يعني أكثر من النص، ما زلنا نقول أن العدد كبير، يجب أن يقل عن ذلك، وخاصة بالمقارنة مع دول أخرى، دول مجاورة مثل تونس على سبيل المثال. يعني الفرق مخيف جدا بيننا وبين تونس، احنا اضعاف تونس، رغم اضعاف تونس في الموظفين اللي يخلصوا من ميزان الدوله، في حين ان تونس حتى كعدد سكان هي ضعفنا. فالموضوع يعني صارخ، يعني الخطا صارخ. فهناك الكثير مما يقال في هذا الموضوع، فمجرد أننا نوظف لأن نعرف فلان ولا يعرفني فلان، هذا يعني هذه مهيش في مصلحة الاقتصاد الليبي. لكن في نفس الوقت أنا لست من الذين يدعون إلى طرد هؤلاء أو العمل الزائدة في الشارع. لا، يجب أن نخلق لهم فرص عمل، لابد من خلق استثمارات في الاقتصاد وخلق مشاريع، وخلق بالتالي من ثم خلق فرص عمل. أما أن احنا نحطهم بطالة ظاهرة، هم الآن بطالة مقنعة، ولكن هل نحول بطالة مقنعة إلى بطالة ظاهرة؟ هذه يعني ما حليناش الإشكالية، احنا بعدين بنخلق مشكلة اجتماعية بالإضافة إلى مشكلتنا الاقتصادية. ولهذا لابد من الاستثمار، وعندما نتكلم عن الاستثمار لابد من الأمن، فهي المسألة مرتبطة بعضها. الأمن لا، يعني لابد من تحقيق الأمن، لابد من إنهاء الحروب، لابد من هذه الأشياء ضرورية. الحياة الاقتصادية والحياة حياة الدولة ومعيشة الناس مترابطة ومتكاملة، يعني لا يمكن أن ننظر من جانب واحد. أنا عندي إذا سمحت لي نقطة أخرى أود أن أتحدث فيها. نعم تفضل. وهي أن السياسة المالية، إحنا قلنا موضوعنا يتحدث عن السياسة المالية، لكن السياسة المالية لا تعمل منفردة أو بمعزل عن السياسات الأخرى النقدية والتجارية. بمعنى أن إحنا الآن نعرف أن سعر الصرف الفعلي أو اللي في السوق يتكون من سعر الصرف الرسمي زائدا نسبة الرسوم اللي هي 163% في الوقت الحالي، زائد العمولات، عمولة المصرف، عمولات المكاتب الصرافة إلى آخره. فطبعا هذه جعلت الدولار الآن يساوي 4 دينار وشوية، أو يقترب الآن من 4 دينار الفترة الأخيرة. طبعا هذه لابد عندما نخفض نسبة الرسوم 163% واللي طالت الحق، يعني هي توليها أكثر من 13 شهر تقريبا، انخفضت 20% بس، يعني من 183% إلى 163%. طبعا هذه إن شاء الله همتى نوصلوا يعني إلى تخفيضات أكثر، هذا بتاخذ منها وقت طويل. ولهذا أنا في وجهة نظري أن عندما تنخفض هذه النسبة انخفاضات بطريقة لا تضر بالناس، يعني لا تضر حتى بالتجارة، احنا لا نريد سياسة اقتصادية، لا نريد هزات اقتصادية، نريد سياسة، السياسة تمتص الهزات ولا سياسة تؤدي إلى الاستقرار في الاقتصاد بالتأكيد. سيد عمر، نعم. فإذا احنا لو نجحنا في هذه النقطة في تخفيض الرسوم بطريقة معقولة، بطريقة تدريجية، ولكن مش بهذا البطء الشديد الذي يصل يعني إلى 13 شهر زي ما حكينا. لو نجحنا في هذا معناها الدخل الحقيقي للفرد سيتضاعف، يعني سيرتفع، وبل يرتفع ممكن للضعف أو أكثر. الدخل الحقيقي، الدينار الليبي يصبح قيمته نفس الشيء، أكثر من قيمته الحقيقية أكثر. يعني تعزيز قيمة الدينار الليبي بهذا الأسلوب هذا أفضل أحيانا من زيادة المرتبات. يعني لو قيل لي مثلا أي أفضل، يعني سيصبح للراتب قيمة حقيقية هنا. أي نعم هو القيمة النقدية، يعني لو يبقى الراتب في مكانه، واحد مرتب 1,000 دينار يبقى 1,000 دينار، لكن ترتفع قيمة الدينار الليبي نفسه فيصبح يعني ترتفع إلى الضعف، فيصبح كأنه مرتبة
مرتبة الحقيقي ولا 2000. فهذه بعض الناس اللي لا يهتمون بها. ولكن أنا وجهة نظري إن إحنا لابد نحطها في بالي ولابد نحطها في بالنا ولابد أن إحنا بالتأكيد لربما هي الحل الأمثل. سياسة مالية متكاملة مع السياستين النقدية والتجارية. أما ترك الحبل على الغارب في جهة والتركيز على جهة معينة هذا أيضا لا يحقق تقدما ولا إصلاحا اقتصاديا. النظر الأساس أولا. نعم دكتور. فالنقطة الأخرى إذا سمحتي لي أنا نخشى الذي أخشاه الحقيقة أن بعض الناس تطالب برفع الحد الأدنى من الأجور أو من المرتبات. أنا ماشي أنا متفق مع نرفع الحد الأدنى لكن إلى وين نرفعه؟ يعني المرة في ورشة العمل السابقة واحد من الحاضرين قال يجب أن نرفع الحد الأدنى إلى 1000 دينار وأكثر. أنا بنقول له نقطة واحدة في ظل العدد الحالي 1,800,000 عامل في الدولة إذا رفعت الحد الأدنى إلى أكثر من 1,000 دينار أنت سترفع فاتورة المرتبات إلى أكثر من 55% من الميزانية. يعني إحنا الواحد يكون عقلاني. إحنا مع رفع قيمة الدينار الليبي هذه مهمة جدا وأفضل حتى من الزيادة النقدية وفي نفس الوقت حتى نرفع الحد الأدنى من الأجور لكن نرفعه بطريقة معقولة ممكن 700 ممكن بالكثير 800. احنا الان اذا سمحتي لي لو الوضعنا الحالي في الوقت الهدى 450 دينار الحد الادنى والحد الاقصى وصل ل 16,000. نعم لو تاخذيهم تقسميهم على بعضهم تلقي النسبه يعني تلقي الحد الاقصى من المرتبات يصل 35% من الحد الادنى وطبعا هذا ظلم واضح يعني ظلم غلط يعني هذا غلط واضح. ولذلك يعني انا مع الذين ينادون بأن يجعلوا الفرق ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى للمرتبات يعني 10% كأقصى شيء. أنا بودي حتى لو كان تقليص الفجوة ما بين الجانبين. نعم دكتور عمر تخليق الفجوة. نعم أعود نعم. إلى ضيفي هنا سيد شكري عامر من جديد. يعني باختصار رأيك في موضوع تنظيم الجهاز الإداري للدولة يعني وبما يتعلق بملكات الوظيفية وعدد الموظفين في الدولة حتى لو في مقارنة بسيطة بين السابق والآن. هي ضروري من وجود قاعدة بيانات أساسية للموظفين الحاليين ويكون توصيفهم وفق الحاجة إليهم في مكان لهم. كذلك يجب مزامنتها بقاعدة بيانات أخرى للخريجين المتوقع دخولهم لسوق العمل القادم. صحيح ذكر الدكتور عمر نقطة مهمة أن أعداد الموظفين عالي جدا اللي هو 1,800,000 موظف لأن باعتبار أن الدول المجاورة تعادل 10% من عدد السكان وهي المفروض نكون إحنا 750 موظف بس لكن هو التكدس. لكن كل هذا كان من خلال تهميش القطاع الخاص لأن حتى القطاع الخاص ما قدرش يواكب السرعة اللي موجودة في حتى في زيادة المرتبات بالجدول 33 اللي تكلمنا على المرة الأولى. طيب يعني هل توافق سيد عمر زرموح فيما ذكر وأيضا سيد أشرف بوراوي حين برر وجود أعداد كبيرة من الموظفين؟ يعني انت تحدثنا الآن عن قطاع التعليم كسبيل المثال أن عدد المدارس وعدد المطلوب من المعلمين هو ما أدى إلى زيادة هذا التوظيف. لا النقطة اللي ذكرها سيد أشرف هي نقطة أن الشركات المنحلة وتحويلهم إلى قطاع التعليم وضمهم لقطاع التعليم معنى وكأن قطاع التعليم أصبح ضمان اجتماعي. هذا اللي أركب العدد الموظفين الهائل اللي موجود في قطاع التعليم لأن إحنا قطاع التعليم العام تقريبا 545 كما يقولنيش العدد 545 بين موظف ومعلم. الفعلي تقريبا 400,000. صحيح أن حتى 400,000 فيهم زيادة لأن الفعلي الحقيقي 280,000 ولكن يمكن تصحيحه بتصحيح الملكات اللي تم إعدادها في الآونة الأخيرة. طيب هناك تساؤلات يعني لربما في الشارع بشكل عام تتحدث عن لماذا الآن كل هذا الجدل حول الرواتب وحول المطالبات بالعدالة الاجتماعية؟ يعني ما الفروقات بين الآن وبين السنوات السابقة على سبيل المثال 2012 و2013 التي شهدت تغير في هذا الجانب؟ بالصدق وبكل مرارة أنا وصل حد الدخل أو مستوى الدخل عند بعض الأفراد إلى مستوى الفقر.
450 دينار أو 500 دينار لا تكفي في ظل غلاء المعيشة اللي موجود الآن. فلذا يجب أن نساوي طبقات المجتمع كلهم ونحط الفروقات اللي هي علاوة التمييز وطبيعة العمل والمخاطرة إلى غير ذلك. لكن نجد أن مرتب احنا تو ما نتكلموش على الجهات السياديه او مجلس الدوله والوزراء والنواب غير ذلك، خلينا في طبقات الموظفين في عدات، نجد ان الفرق بين المرتبات في يصل الى 12000 دينار في عوض اخر ان مدرس ياخذ 500 دينار، بالرغم ان هذا الموظف اللي ياخذ 12000 دينار درس المعلم هذا. طب ولكن هذا المدرس يعني هذه الرواتب لربما هي ذات الأرقام من السابق منذ السابق، يعني ما الذي تغير الآن؟ لا تغير، تغيرت جداول المرتبات من 2012، تعدلت جداول كل المرتبات. ما السبب إلى هذا التعديل؟ القرارات غير راشدة. طب يعني بالعودة إلى ورشة العمل التي أقيمت من وزارة المالية تحدثنا عنها في بداية هذه الحلقة، يعني ما هي التوصيات والنتائج التي خرجت بها هذه الورشة؟ طبعا خرجت الورشة بعد عرض الورقتين والمناقشة المستفيضة لعدة توصيات، كانت أهمها التأكيد على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل عام، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لاعتداد الملكات الوظيفية حسب الوظائف، التأكيد على أن هناك ضرورة ملحة لإعداد مقترح مشروع جدول مرتبات موحد يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لمعدلات الأداء ومراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤولية، تأكيد على إعادة هيكلة الميزانية العامة وتوجه نحو من ميزانية تنموية لتحفيز القطاع الخاص، التأكيد على كفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، التأكيد على تنمية الموارد السيادية وتفعيل آليات الجباية، وآخر توصية كانت والمهمة جدا هي تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الخبراء الماليين والنقباء ووزارة المالية لإعداد مشروع جدول مرتبات موحد وفق سقف زمني قصير جدا، وهذا اللي بدأوا به الاجتماع الثاني يوم الورشة اللي هو يوم الخميس في مقر نقابة المعلمين في طرابلس بدأ طيب الإعداد إليه. طيب أعود إلى دكتور عمر زرموح في ختام هذه الحلقة. دكتور عمر، يعني لو نتحدث عن كما أخذنا التوصيات التي خرجت من الورشة، لعلك لديك توصيات خاصة أو كلمة للمعنيين خاصة في هذا في إطار هذا القرار وآلية تنفيذه. أنا أول توصية أوصي بضرورة تقليص فاتورة المرتبات بوجه عام، لأن زيادتها ستؤدي إلى مزيد من التضخم. احنا مشكلتنا مشكلة التضخم بالدرجة الأولى، فطبعا لما بتزيد المرتبات بالشكل هذا مع في ظل الظروف الأخرى يعني على حالها بترتفع الأسعار، يبقى احنا زدناك يا حضرة الأستاذ أو يا حضرة الموظف زدناك مرتبك نقدا، ولكن انت دخلك الحقيقي أو مرتبك الحقيقي انخفض. لأن القاعدة وين تجي هنا؟ عندما تكون زيادة معدل التضخم أكبر من معدل زيادة الدخل النقدي، معناها الدخل الحقيقي بينخفض. لكن عندما يكون الدخل النقدي يزداد بمعدل أكثر من معدل التضخم، هنا ممكن بيرتفع. فأنا هي الواحد ما يطمعش أنا يقول والله كويس زادوني الدخل النقدي بنسبة كذا في حين أن زادت الأسعار من جهة أخرى. أنا نعرف أن في الفترة من سنة 2014 إلى عند الآن أو إلى عند 2018 نقوله اللي قبل ما يبدأ التخفيض، قبل ما يبدأ الموضوع سعر الصرف، الأسعار ارتفعت لا يقل على 7 أضعاف، لا يقل على 7 أضعاف ارتفعت. فمعناها احنا لو أفلحنا الآن في تخفيض الأسعار ما نقولوش حتى ردوها إلى الواحد، يعني انخفضوا 7 حتى على 2 حتى على 3 حتى يعني كل ما نجحنا في تخفيض الأسعار كلما يعني رفعنا الدخول الحقيقية للأفراد. هذه من جانب. من جانب آخر إذا سمحتي لي. بإجازة. إذا سمحتي لي. من جانب آخر التوسع أو تكبير الحد الأدنى للمرتبات، هذا راو بيدير ضغط على فاتورة المرتبات. الهيكلية لابد من تصحيحها، الهيكلية
هيكلية المرتبات. يعني ما فعله المجلس الرئاسي هذه خطوة جيدة ويجب أن تحدوه خطوات أخرى. نعم شكرا لك دكتور عمر زموح أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، كنت معنا في هذه الحلقة من مدينة مصراتة عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك. ضيفي هنا سيد شكري عامر، أشكرك أيضا على وجودك معنا في الاستوديو، عضو اللجنة التحضيرية لورشة حول مرتبات القطاع العام، أثرتم هذا الحوار وأشكركم جزيل الشكر. السادة المشاهدين الشكر موصول إليكم على طيب المتابعة، وكالمعتاد نترككم في ختام الحلقة مع بطاقة لأسعار العملات لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.